مريوم حبيبتي، انا جهزتي حبيبتي، بس تحطيني كتبيني على الطاوله. حاضر. كتب ايه؟ القانون. حاضر. شفتي مين بقى مر عليا النهارده؟ وانت منو عندك غير سواقتي؟ ايوه يا ستي، قال ايه جاي يرجعني، بس انا رفضت وقلت له بقول لك ايه، بنات الحمايل ما يتعملش معاهم كده. زي سويتي فيه؟ ايه كل اللي انت حفظتيه لي قلته له. عاد ما ادري انا حفظتك يا خير ولا شر، بس اهم شيء ما توخرين عني. وانا اقدر افخر عنك يا قمر؟ والله ما اقدر، والله ما اقدر. حبيبتي لو وخرتي عني عاد ما ادري من اللي بيساعدني بملابسي باغراضي، من اللي بيقول لي سوالف تالي الليل كده. هو مصلحه يعني؟ حرام عليك، لا مصلحه ولا شيء. طيب يلا ما تتاخريش. ان شاء الله وراك شيء، ما راح اطول. وين نورة؟ ما صارت هالنور، ديري بالك منها. يما صار الناس هي اللي تدير بالهم مني. انسان على الطل. يما شفت علي؟ بس عاد مالي خلقتش. انا اسفه. يلا مع السلامه. مع السلامه. مساء الخير. عليكم السلام. استريحي. شلونك؟ الحمد لله. وانت؟ الحمد لله. حاسس براحتي بقى. ان شاء الله على طول. اجمعين ان شاء الله. ما يخالف اسالك سؤال وتحملني، عدني ياهل. تفضل. غريب النيو لوك. عاجبك؟ ما ادري يعني، مو مساله عاجبني ولا مو عاجبني، بس يعجب. ليش العجب؟ اي شيء يتغير بيوم وليله يعجب الواحد ويخليه غصب يرفع حاجبه. يمكن تغيير هذا لمصلحتك؟ اكيد اذا تحبني بتسوي كل شيء عشان مصلحتي، بس لازم انا يحوشني التغيير بعد. إن شاء الله إذا تحبين ما في مانع. أشوا يعني ماكو شيء غصب؟ أنا أغصبك؟ أنا أطلب منك، أترجاك، وإن حبيتي خير وبركة. طلال دش بالموضوع على طول. إنزين قبل أن ندش الموضوع إيش تشربين؟ أنا ما أدري متى يصلحون هالأسانسير، ضعفونا. مين طلعت؟ سوريا. أهلاً يا أهلاً. أهلاً أهلاً. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إزيك؟ الحمد لله. ها متى الوصول؟ والله لسه واصل حالاً. واضح واضح واضح. لا لا العمارة دلوقتي حتنور لما يقعوا لها ناس الأولين. يا ستي العمارة منورة بأهلها، وبعدين وما الحب إلا للحبيب الأولي. مش لما يبقى في تاني. أهلاً وسهلاً. أهلاً بيك، الله يسلمك. لا تلومني إذا خفت، لأني اكتشفت فيك شيء. التغيير صار فجأة، صار الموضوع كله مفاجأة بمفاجأة، يعني هذه ردة فعل طبيعية. ما شاء الله عليك، تفكيرك أكبر من سنك. كل شيء يعلمنا، البيت يعلمنا، الدراسة تعلمنا، الحياة تعلمنا، إلا الحب. يا يعلمنا يا يخدي الواحد. أنا الحب رفعني فوق الحمد لله، غير حياتي كلها. مبين. إن شاء الله للأحسن. أكيد للأحسن، على الأقل ما خفز فيني القاع. الحمد لله. سبق ايش رايك؟ شنو؟ يعني لو طولين تنورتي شوي مو احسن؟ توقعت. انتو هذا اول شيء تفكرون فيه لما تغيرون. بس فيك انا ما قلت شيء صعب. يعني ليش ما سالتني عن صلاتي اذا انا محافظه عليها ولا لا؟ على طول طرت على تنورتي؟ يعني انت يهمك المظهر، اما انا لا، يهمني القلب. والباقي يهم الناس اكثر. بس فيك معصبه يا بابا، كان تناقش احنا ماكو شيء. وانا قاعد اقول رايي. خلاص يبا. ما راح اغصبك على شيء، حاضر يا ولد ابي لا يصير. اكيد ما تقول لي شيء غصب، لان انا اصلا ما حد يقدر يغصبني. بس استغربت، توقعتك انت غير عن الناس. طيب حضرتك يا ست سريه ما حاولتيش تتكلمي معاه؟
حاولت بس تعبت من مناقشات. عموما انا اتخذت قرار اني اسكر على نفسي انا واولادي وما اكلمش غيرهم، اصلا تعبت من الناس تعبت. بس ده حق وحق اولادك يا ست صريه. والله شو اقول لك، انا ما حاولت محاوله جاده. الحين بما انك صديق يحيى ابو علي وصديقه من العمر، يعني ممكن تكون محضر خير بيني وبينه وتكلم عن الموضوع. اصلا من انفصلنا انا ما كلمته الا مره مرتين، وهو حتى ابنه يسال عنه فين وفين. انا يا ست صريه حاضر، انا همر على حضرتك وان شاء الله نتكلم في الموضوع وربنا يقدم اللي فيه الخير، يمكن نوصل لنتيجه ان شاء الله. حضرتك قاعد لحد امتى؟ والله جامعة الكويت بعثوا لي دعوة وأنا جيت أهو وعندي كورس عندهم، مش عارف هخلص إمتى، يعني هاخد له كام شهر إن شاء الله. قول لي، زي ما بتقولوا مصر زيها على حسك. مصر جميلة وبتسلم عليكي. ولا إحنا عليها. بلدي طبعا وهنا كمان بلدي ست سوريا، بس طبعا هنا الذكريات والشباب. هذا إحنا دايما نتكلم عن الذكريات والشباب كأن ما عندنا حياة غير الذكريات. الناس اللي في سني يا ست سرية كلهم بيقولوا كده، ولكن المفاجأة فين؟ تلاقي الواحد كبر واتجوز وخلف ولاد وبيقولوا له يا جده. وانا على فكرة حس ان الدور ده كمان هيصيبك. يا شيخ مستحيل تفهم بقك زي ما بتقوله. لا لا لا، مش قبل ما يخلصوا الجامعة. ما فيش حاجة اسمها مستحيل، ما فيش حاجة اسمها مستحيل صدقيني، كل واحد عارف ايه اللي هيحصل. والله شو اقول لك، انت عارفني يا طلعت، انا ما بحبش الناس المتشائمه، بحب ابقى دايما متفائل. اكيد اكيد طبعا. خلاص انا لازم امشي لاني لو بتناقش معك ما راح اخلص. سبق اهم شيء ودي اقول لك اياه انك ما بيش تنفعلين، اخاف اقول لك اشياء وايد ساعات وتثورين علي، وهذا عيبك لسانك طويل. لان اخاف احد يقص علي، كذي ادافع عن نفسي. ليه بذمتك انا بقص عليك؟ ما خلاص مرحله الثقه هذه من زمان. مو لما اثق انك ما راح تتغير مره ثانيه. يبقى انا مثل ما انا، عمري ما راح اتغير. يلا مع السلامة. قالي اليوم أحاول. عافية. يلا باي. باي باي باي. هي يهز ولا لا يا أمر؟ لا مالي خلق ولا شيء، لا لي خلق انزل ولا لي خلق حتى اشوفه. محتاجه ثريا الحين. لا يا حبيبتي ما ينفعش ما تنزليش، ما يمكن الرجل كويس، وبعدين لو ما نزلتيش ممكن جدا تندمي وتقول يا ريت اللي جرى مكان. والله يا ريت اللي جرى مكان حق ثريا. حبيبتي امي كده اخذي الشيطان وانا ببخرك. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق ومن شر كل عين بصت عليكي وما صليتش على النبي عليه الصلاة والسلام.